انخفاض ملحوظ في أسعار العملات. أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة الاقتصادية والتي نستعرض لكم فيها أسعار العملات والمعادن النفيسة وبعض من السلع الأساسية في السوق الليبية لهذا اليوم. نبدأ أولا بجدول العملات والذي شهد انخفاضا ملحوظا في أغلب الأسعار أو أغلب العملات الأجنبية. نشاهدون الدولار الذي انخفض إلى 6 دنانير و 260 درهم عقب أن كان 6 دنانير و 400 درهم. أما اليورو فقد انخفض والآخر إلى 7 دنانير و 230 درهما. كذلك الجنيه الاسترليني نزل إلى 8 دنانير و 810 درهم، فيما استقر الدينار التونسي على الدينارين و 400 درهم. بالانتقال إلى أسعار المعادن والتي شهدت في جلها هي الأخرى انخفاضا تاما، ذهب عيار 24 خفض إلى 233 دينارا، وذهب من عيار 24 خفض إلى 200، كذلك ذهب من عيار 18 انخفض إلى 175، والفضة هبطت إلى الدينارين و600 درهم. إلى أسعار الغذائية والتي كالعادة تشهد استقرارا تاما، نرى هنا كيلو كسكسي بثلاث دنانير و250 درهما، نصف كيلو المعكرونة بدينار و750 درهما، الأرز بثلاثة ونصف، وزيت الذرة بخمسة دنانير و600 درهم. إلى أسعار العملات حيث استقر لحم الخروف على 38 دينار، فيما ارتفع لحم البقر إلى 27 دينارا، واستقر لحم الإبل على 28 دينار، ولحم الدجاج ارتفع إلى 9 دنانير. بالانتقال إلى أسعار الخضروات والتي شهدت بعض من التذبذب ما بين استقرار وارتفاع، نشاهد هنا البصل استقر على الدينار والنصف، كذلك البطاطا على الدينار والنصف، فيما ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 3 دنانير، واستقر الخيار على 3 دنانير والنصف. كانت إذا مشاهدينا الكرام هذه جل الأسعار السوق الليبية لهذا اليوم.